إنه الأقصى درة التاج يتعرض اليوم لأكبر هجمة وعدوان صهيوني خطير يستهدف هويته وقدسيته ومكانته وتاريخكم فيه، حيث التهويد والتدنيس والتخريب والتدمير ومنع الصلاة والأذان فيه. نستنفركم جميعا يا ربعنا ويا أهلنا وإخواننا ويا أحبابنا رجالا ونساء وشيوخا وعلماء للمشاركة في مسيرات جمعة الغضب وفعالياتها كافة وفي كل مكان في فلسطين وخارج فلسطين وأمام سفارات العدو الصهيوني.